مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة في المحترف حلقة خاصة جدا، حلقة خاصة جدا، هنركز على الدوري الإنجليزي، الدوري البريمير ليج، أكيد البريمير ليج وأكيد محمد صلاح. هنركز النهاردة مع شخصية محمد صلاح، هنركز مع البريمير ليج. بس خلونا قبل ما نتكلم على البريمير ليج خلينا نتكلم بعيد شوية عن أرقام محمد صلاح، أرقام القياسية الكبيرة اللي بيحققها والأداء الأكثر من رائع بيقدمه مع طبعا ليفربول السنة دي ومن 4 سنين. عايز أتكلم مع حضراتكم زاوية مختلفة شوية. الناس كتير بتقول يعني بعد وصول محمد صلاح انه يكون دلوقتي افضل لاعب في العالم، مش كلامي انا، كلام كل النقاد على مستوى العالم كله، كلام كل المدربين على مستوى العالم كله، ان حاليا محمد صلاح هو رقم واحد في العالم. طيب الناس بتتسأل اشمعنى محمد صلاح؟ ليه محمد صلاح؟ يا ترى في مواهب موجودة في مصر؟ مصر طبعا الاسم العظيم الكبير اللي كل الناس فيها بتحب كرة القدم، هل فيها محمد صلاح؟ انا بقول لك اه فيها اكتر من محمد صلاح، لكن اشمعنى محمد صلاح؟ وهي دي النقطه، وهو ده السؤال الاهم. ازاي محمد صلاح خلال يعني 8 سنين، لو بنبص يعني على يعني معرفتي من محمد صلاح في لندن 2012، يعني بتتكلم على 9 سنين، من 9 سنين كان محمد صلاح لسه بيخطو الخطوات الاولى في عالم الاحتراف. بعد 9 سنين محمد صلاح افضل لاعب في العالم. هتكلم مع حضراتكم من وجهة نظر الشخصية ازاي محمد صلاح قدر يوصل يبقى رقم واحد في العالم. 3 نقاط ما فيش غيرها. النقطة الأولى البرسوناليتي، المنتاليتي، الشخصية وقوة الإرادة والعزيمة. هتقول لي ازاي؟ محمد صلاح بدايته مع بازل بداية جيدة جدا، بيتألق في الدوري السويسري، بينتقل من خلالها إلى تشيلسي. تشيلسي البريمير ليج، الأقوى دوري في العالم. حضراتكم عارفين الضغوط قد ايه على في البريمير ليج، وقد ايه الجماهير، وقد ايه الصحافه، وقد ايه المدربين بيشتغلوا تحت الضغوط كبيره جدا جدا. اول سنه مع محمد صلاح في تشيلسي الناس بتقول فيه ما كانش موفق بشكل كبير، علشان كان اصطدم بمورينيو. مورينيو ما كانش عنده يعني الرؤيه الجيده لتوظيف محمد صلاح، ده ممكن كان محمد صلاح في مش نفس مستوى والتطور الكبير جدا لمحمد صلاح اللي هو دلوقتي، ده كمان ممكن. لكن تعالوا نشوف محمد صلاح عمل ايه. محمد صلاح لما لقى نفسه متواجد على دكة البدلاء في تشيلسي، مش متواجد في الملعب، ودي اقصى حاجة ممكن المحترف تضايقه فيها انه مش موجود في الملعب، انتقل الى ايطاليا، فلورنتينا الايطالي، ثم الى روما. تألق جدا في روما، وكانت خطوة الرجوع للبريمير ليج عن طريق طبعا ليفربول. وده زي ما بقول لحضراتكم الخطوة ديت محتاجة شخصية، محتاجة بيرسوناليتي، في لعيبة كتيرة جدا جدا ممكن ترجع بعد كده خطوة للخلف. لعبت في بازل شوية، رحت تشيلسي الدنيا ما توفقتش، وارد جدا اروح دولة عربية ارجع مصر. ده بتكلم على نقاط قوة محمد صلاح، البيرسوناليتي وقوة الشخصية وقوة الإرادة والعزيمة. يطلع على ايطاليا من فلورنتينا لروما، تألق اكتر من رائع من روما، ورجوع عن طريق ليفربول. بتكلم على شخصيه محمد صلاح ليفربول، ان هو خلال 4 سنين اللي فاتوا بيكسر كل الارقام القياسيه. لعيب ويمكن تفتكروا مع حضراتكم، يمكن الناس كانت لسه بتسال هل يتألق محمد صلاح مع ليفربول؟ محمد صلاح ممكن يعمل حاجه مع ليفربول؟ هل الضغوط بعد عودته تاني للبريمير ليج هتأثر عليه؟ شفنا عكس ده تماما. شفنا محمد صلاح في أول سنة ليفربول متألق، بيخش على هداف الدوري الإنجليزي. تاني سنة ليفربول كذلك. تالت سنة محمد صلاح بياخد البريمير ليج مع ليفربول بعد غياب 30 سنة. محمد صلاح بياخد الشامبيونز ليج. محمد صلاح بياخد كأس العالم للأندية. كل دي أرقام وكل دي بطولات محمد صلاح في أول 3-4 سنين مع ليفربول بعد عودته إلى البريمير ليج. ده كلها فيها إصرار وإرادة ومنتاليتي، عزيمة كبيرة جدا. ده على مستوى التحدي، على مستوى الإرادة، كمان على مستوى بتتكلم على مستوى هو كمان محمد صلاح بيشتغل على نفسه إزاي. هتقولي محمد صلاح في 2012 هو ده تكوين الجسماني؟ ما أعتقدش. محمد صلاح زي ما حضراتكم يمكن آخر صورة بيكشف عن
التكوين الجسماني وبيقارنوا بيه وما بين ميسي، محمد صلاح من 8 سنين ما كانش كده، محمد صلاح من 4 سنين ما كانش كده. فالراجل ده شغال على نفسه، بتمرن في الملعب مع زمايلي، في التزام، في لكن كمان انا بشتغل ازاي مع نفسي، انا محمد صلاح ازاي بشتغل في اجازاتي، ازاي بحافظ على اكلي. عندنا للاسف بعض اللعيبه ممكن اجازه اسبوعين ولا ثلاثه، يروح في الاسبوعين ثلاثه دول ويرجعوا زايدين 5 6 كيلو. لا لا لا، ده مش عالم الاحتراف، ده نوع من انواع التحدي. محمد صلاح كمان بيحرم نفسه في الاجازات انه ياكل اكله كويسه، محمد صلاح بيحافظ كمان على ديت. يعني بتكلم على منتاليتي قوي جدا جدا، بنتكلم على اراده قويه جدا جدا لمحمد صلاح. بقول لحضراتكم داخل الملعب وخارج الملعب، ده جزء مهم جدا من اللي محمد صلاح وصل له. يبقى اتكلمنا اول حاجه عن المنتاليتي، البرسوناليتي، اللعيب نفسه بيشتغل ازاي، بيشتغل على نفسه ازاي، بيطور من نفسه ازاي. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا، مانجمنت، اداره اعمال محمد صلاح. كان وارد جدا انتقال محمد صلاح، يمكن لو ما عندوش مدير اعمال او عنده اداره اعمال قويه ومميزه، كان ممكن جدا محمد صلاح مش ماشيه بتشيلسي يروح اي نادي تاني، مفيش مانجمنت، مفيش اداره اعمال بشكل كويس، فيروح من نادي صغير لنادي صغير، يطرع حته هنا ويكون الموضوع اختفى بالنسبه له. لكن كمان الاداره، اداره الاعمال اللي شارك فيها او اللي اختارها محمد صلاح كانت اداره اعمال قويه جدا. تشيلسي يروح على فورنتينا، تالق من روما، الديزيشن والقرار للعوده للبريمير ليج ان تايم في وقته، اختيار النادي ليفربول في وقته، وكل ده بتكلم على نقاط مهمه جدا جدا في تحديد ما وصل ليه محمد صلاح دلوقتي. كل ده تايمنج وكل ده حسابات مهمه جدا جدا في حياه اللاعب. كمان على مستوى المانج زي ما بقول لحضراتكم ان اداره اعمال محمد صلاح بتفرغه تماما للملعب، انت مالكش غير الملعب، انت بتادي في الملعب، بتادي الدور اللي عليك. سيبنا احنا بقى لمشاكل السوشيال ميديا، سيبنا لعمليه التسويق الاعلاني، محمد صلاح على مستوى التسويق الاعلامي شغال ازاي، على مستوى انه يطلع الكلمه امتى ويقول ايه، مهم جدا ده، عمليه اداره اعمال. ان محمد صلاح انه يتواصل، ودي كمان مهم جدا، محمد صلاح بيتواصل بلغه البلد اللي عايش فيها، اتعلم انجليزي كويس وطور من نفسه في الحته دي، فبدا يتعامل مع كلوب ويتعامل مع اللعيبه ويروح يتعامل مع الجماهير بره، ويبقى عنده كونتاكت مباشر مع الجماهير اللي بتحبه. إدارة الأعمال كمان إمتى محمد صلاح يطلع يتكلم ويقول إيه؟ إدارة الأعمال كمان إن زي محمد صلاح إنه يروح المدارس ويسلم على الطلبة هناك، ده نوع من أنواع إدارة لعيب كبير بحجم محمد صلاح. فبقول لحضراتكم البرسوناليتي، المنتاليتي، قد إيه إرادة وعزيمة وطموح وتجديد الأهداف بعد ما وصلت. أنا دلوقتي يعني وصلت الهدف الدوري الإنجليزي، لا ده انا السنه الجايه كمان هبقى هداف الدوري الانجليزي، لا ده انا الثالثه هبقى هداف الدوري الانجليزي. تجديد الطموح، وصلت لريكورد معين، قربت جدا من دروجبا، لا ان شاء الله هعدي دروجبا كاحد الافارقه الموجودين اكثر تسجيلا في البريمير ليج، هكسر الكلام ده. محمد صلاح بيقترب من اسماء كبيره جدا جدا على مستوى البريمير ليج، لعبوا سنوات طويله جدا يمكن 10 و15 سنه عشان اللي بيحققه محمد صلاح ده قرب منهم جدا في خلال 5 سنين بس. فبقول لحضراتكم منتاليتي، بيرسوناليتي، علاقات عامه، والجزء الاخير كمان عايز اقول لحضراتكم وده مهم جدا، ان كمان البيئه المحيطه. يعني زي ما حضراتكم شايفين يمكن ده جزء من الفاسيلتي الصغير جدا، يمكن الناس اللي فاهمه كوره عارفه انا بتكلم في ايه، التدريب، المنتاليتي، الفاسيلتيز بتاع التدريب، ادوات التدريب، كمان العلاقه ما بينه وما بين زمايله في الملعب، ان كل النادي بيحقق له كل ما يطمح فيه اي لاعب كره انه يكون موجود عشان يطلع كل من اللي عنده. وجوده في ليفربول والكلام يمكن كان السنه اللي فاتت قبل بدايه الموسم، هل ينتقل محمد صلاح لريال مدريد؟ لو سالت اي حد دلوقتي يقول لك الحمد لله ان محمد صلاح قعد في ليفربول. ليه الحمد لله محمد صلاح قعد في ليفربول؟ عشان هذا التالق والدوافع اللي عند محمد صلاح لكسر الارقام القياسيه. شايفين على الجبل الاخر ريال مدريد مش في احسن حالاته، مش ده افضل وقت ينتقل فيه محمد صلاح لاي نادي تاني في العالم، وتواجده في ليفربول السنه دي كانت خطوه مهمه جدا جدا في عمليه المانجمنت، في عمليه اداره الاعمال واختيار النادي والوقت المناسب لتالق اللاعبين، ده مهم جدا. خلينا نتكلم في اخر نقطه كمان، ان البيئه المحيطه بهذا النجم، محمد اشتغل على مستوى نفسه كويس جدا،
عنده من اول ما اتولد عنده اراده قويه جدا، يبقى عنده بيرسوناليتي، عنده منتاليتي كويس جدا. ده الجزء الثاني، كان عمليه اداره الاعمال ده كان جزء مهم جدا. ويتبقى الجزء الاخير وهو البيئه المحيطه، ان محمد صلاح متواجد فين. محمد صلاح بهذا التألق ممكن يكون متواجد في الدوري الصيني وبياخد فلوس كتيره جدا، محدش هيعرفه، محدش هيسمع عنه، لكن محمد صلاح بهذا التألق وهذا الاداء متواجد في افضل دوري في العالم، البريمير ليج. ليه افضل البريمير ليج؟ ليه افضل يعني دوري في العالم؟ اولا محمد صلاح متواجد مع او بينافس افضل لاعبي العالم. كل اللعيبه الموجوده في كل انديه البريمير ليج هتلاقي نجمه واثنين على مستوى التوب ليفل، على مستوى اللعيبه النجوم الكبار جدا. ده بيزيد من قدرات محمد صلاح، ده بيزيد من طموح محمد صلاح، ان انا بلعب مع منافس قوي. على مستوى المدربين، محمد صلاح بيتعامل مع افضل المدربين في العالم، اذا كان يورجن كلوب بيتعامل امام جارديولا، توخيل، كل المدربين في البريمير ليج على مستوى عالي جدا. يبقى البريمير ليج بيئه صالحه ل يعني زي ما بيقول كده انتشار فيروس الايجابي والعالمي لمحمد صلاح. يبقى محمد صلاح دلوقتي اقدر اجاوب على السؤال دوت، هل من الممكن تكرار تجربه محمد صلاح لاي هنا ناشئ او اي موهبه في مصر؟ في اعتقادي الشخصي هناخد وقت طويل قوي. في اعتقادي الشخصي ان مواهب موجوده في مصر، موهوبه. محمد صلاح طالع من تراب مصر، محمد صلاح في فتراته الاولى في نادي المقاولين اتبهدل وركب مواصلات وتعب جدا عشان ياخد خطوه انه يلعب منتخب شباب ويلعب اولمبيات ويروح لرحله احترافيه. لكن خلال الرحله الاحترافيه شخصيه محمد صلاح، المانجمنت والبيئه الصالحه هي اللي وصلت محمد صلاح ان يوصل لهذه المرتبه. ان شاء الله بندعي ان شاء الله باذن الله يكون عندنا اكتر من محمد صلاح النهارده. في حلقتنا النهارده هنعرف ارقام محمد صلاح، وتخيل انت جه علينا اليوم ان احنا بنقارن لاعب من مصر بميسي ورونالدو ويتفوق عليهم من خلال الارقام ومن خلال الاداء. بنقارن لعيب عندنا في مصر او لعيب مصري رافع طبعا يعني رايه العرب ورايه افريقيا، بنقارنه ان هو جدير ان يحصل على جائزه افضل لاعب في العالم السنه دي وعلى كل الجوائز. بصراحه جه علينا اليوم ان احنا نتكلم على هذا اللاعب، ولكن زي ما قلت لحضراتكم عندنا مواهب، عندنا مواهب، لكن الكاركتر، منتاليتي، الاجواء اللي بتتكلم على كمان اداره الاعمال، ولكن اقصى حاجه واكثر حاجه هي الاراده، الاراده والتصميم والعزيمه وتجديد الاهداف، كل دوت بجانب طبعا المهاره، مش هتكلم عليها، المهاره والفن والمراوغه والسرعات، كل ده نتكلم فيه، لكن الاهم في عالم الاحتراف اللي زي ما بقول لحضراتكم هي البرسوناليتي، المنتاليتي، اداره الاعمال، وازاي اختار الوقت المناسب واروح فين والجو المناسب ان احنا نطلع نجومنا، والوقت المناسب ان احنا نحط فين نجومنا. يعني الواحد فخور انه بيتكلم على محمد صلاح، ولكن كمان زي ما بقول لحضراتكم اخر حاجه كانت هو الدوري الانجليزي. هو ليه الدوري الانجليزي افضل دوري في العالم؟ اعتقد من خلال حديثنا النهارده في المحترف هنعرف كل الاجابات على هذه الاسئله.